بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى ما تبقى من شرح متن الورقات لإمام الحرمين أبي المعالي البويني، والشرح لجلال الدين المحلي رحمه الله تعالى. وقفنا عند الكلام عن أقسام القياس. قال وهو مر بنا في الدرس الماضي أن القياس من أدلة التشريع بعد الكتاب والسنة والإجماع. يأتي القياس وهو إلحاق فرع بأصل في حكم لاشتراكهما في علة ذلك الحكم. فالقياس له أربعة أركان، وهي الأصل. الأصل هو المقيس عليه، وهو المسألة المنصوص على حكمها، والفرع هو المقيس، المسألة التي لم ينص على حكمها ونريد أن نلحقها بالأصل في حكم، يعني نعطيه حكم الأصل. إن كان حكم الأصل التحريم، مثل قياس أصناف المخدرات الحادثة مثلا على الخمر في التحريم بجامع الإسكاري، فنقول هنا مثلا الهيروين والحشيش وكذا إلى آخره، ليس فيه نص بخصوصه ولكنه مقيس على الخمر. فالخمر هي الأصل المنصوص على حكمها، والفرع هو هذه الأصناف من المخدرات، والحكم هو التحريم، والعلة هي الإسكار أو إذهاب العقل، فهي ملحقة بها في الحكم لاشتراكهما في علة الحكم. ومثل قياس الذرة والأرز على التمر والبر والشعير، الأصناف التي نص على حرمة الربا فيها، فنقول إذا قلنا العلة هي أنها مطعومات أو أنها مكيلات، فهذه الذرة والأرز هي مطعومات ومكيلات، فتلحق بها في علة الحكم. سواء عند بعض الفقهاء قالوا العلة الكيل، وبعضهم قال العلة الطعم، وبعضهم قال العلة الكيل مع الطعم. فهذه الأشياء لم ينص على حكمها ولكنها وافقتها في علة الحكم، فتأخذ نفس الحكم وهو تحريم المفاضلة فيها عند مبادلة أرز بأرز أو ذرة بذرة، فيجب القبض في المجلس والتساوي في الكيل، فأخذت نفس الحكم لاشتراكهما في العلة التي هي الكيل أو الطعم. فالفرع هو المقيس، هو غير المسألة التي لم ينص على حكمها، والأصل هو المقيس عليه والمنصوص على حكم. والحكم الذي يجمع بين الأصل والفرع نعطيهما نفس الحكم لاشتراكهما في العلة التي تجمع بينهما، علة موجودة في الأصل موجودة في الفرع، فنعطيهما نفس الحكم. فهنا يقول أقسام القياس. قال وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. قياس له تقسيمة يعني أكثر من هذا، لكن هو اقتصر هنا على هذه الأقسام الثلاثة: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. قال قياس العلة. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، بحيث لا يحسن عقلا تخلفه عنها، كقياس الضرب على التأفيف للوالدين في التحريم بعلة الإيذاء. فهنا يقول قياس العلة هو الذي يعني نجد فيه أنه لا فارق بين الأصل والفرع في وجود العلة في كل منهما، يعني العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل أو أظهر من وجودها في الأصل. ويعني نجد أننا نجزم بأن هذه هي العلة، وبأن وجودها في الفرع
يعني مثله أو أكثر أو أظهر من وجودها في الأصل، بحيث لا يحسن عقلا تخلفه عنه. ضرب هذا المثال، يعني تحريم ضرب الوالدين قياسا على تحريم التأفف للوالدين، فقال هنا يعني تحريم التأفف للوالدين نستطيع أن نجزم أن علته هو ما في التأفف للوالدين أو الأف للوالدين أنه فيه إيذاء لهم، ونستطيع أن نجزم كذلك بأن الضرب توجد فيه العلة، يعني أظهر من وجودها في التأفف. وهذا المثال نوع القياس فيه يقال له قياس الأولى، قياس يعني له تقسيم آخر إلى قياس أولى وقياس مساوي، فيصح قياس الأولى أو وجود العلة إذا كانت في الفرع بمثل وجودها في الأصل، يعني الأولى كهذا المثال اللي هو الضرب وجود العلة اللي هي الإيذاء في ضرب الوالدين أظهر وأولى من وجودها في التأفف. لكن مثلا إتلاف مال اليتيم قياسا على تحريم أكل مال اليتيم، أصل معنى الأكل هو الانتفاع به، الانتفاع به، فلو أن قائلا قال أنا إيه سأحرق مال اليتيم أو أمزقه أو أتلفه، لن أكله، لن أنتفع منه بشيء، فهو مثله يعني إتلافه مثل أكله في الحكم، أن كل منهما فيه تضييع هذا المال على اليتيم، ويعني التسبب في منع انتفاعه به سواء أكله بمعنى انتفع به أو أتلفه وأفسده، فهو في الحالتين قد تسبب في نفس يعني الضرر لليتيم في عدم الانتفاع منه. فإذا العلة إذا كانت موجودة في الفرع كوجودها في الأصل أو أظهر من وجودها في الأصل، واستطعنا أن نجزم أن هذه هي العلة في الحكم، فحينئذ هذا القياس يسمى قياس العلة، تكون العلة فيه موجبة للحكم. ثم قال قياس الدلالة. هو إذا سأتينا بعد قليل. قال قياس الدلالة، وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، يعني لا تستطيع أن تجزم تماما يعني 100% أن هذه هي علة الحكم وأن وجودها في الفرع يعني أظهر أو مثل وجودها في الأصل، يعني يبقى احتمال، يعني يمكن أن يقال أن هذه ليست هي العلة، يعني مسألة أصبحت إيه قابلة للنقاش، يمكن أن يجتهد الفقهاء، الإمام أبو حنيفة يقول ليست هي العلة، والإمام الشافعي يقول هذه هي العلة، إذن هي يعني اختلاف الفقهاء المجتهدين فيها دل على أنها ليست ظاهرة كظهورها في قياس العلم، أو يختلف الفقهاء المجتهدون في وجودها في الفرع، يقول نعم هذه هي العلة لكن أنا لا أسلم لك أنها موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، يمكن أن يقول هذه هي العلة ولكن وجودها في الفرع يعني أدنى من وجودها في الأصل، إذا كان الوجود أدنى من وجودها في الأصل فإذا لا يلزم أن يأخذ الفرع نفس الحكم، لأن وجود العلة فيه أدنى وأقل، فإذا هناك فارق بينهما، قد يكون هذا الفارق مؤثرا، هذا أخذ الحكم لظهور العلة فيه والثاني لم يأخذ نفس الحكم لأنها يعني موجودة فيه بقدر أدنى وأقل، فأصبح بينهما فارق يمكن أن يكون هذا الفارق مؤثرا ومانعا من إلحاق أحدهما بالآخر. فهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. ثم ضرب مثالا، الشارح هنا يضرب مثالا يوضح هذا، قال كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه
بجامع أنه مال نام. فالإمام الشافعي أخذ بهذا ومن وافقه من الأئمة، فقالوا مال الصبي يقاس على مال البالغ، فتجب الزكاة في مال الصبي كما تجب في مال البالغ. لماذا؟ قال العلة أنه مال نام. كل الأموال الزكوية لاحظوا فيها أنها أموال تنمو إما بنفسها وإما بتدويرها، يعني مثل زكاة بهيمة الأنعام فهذا مال نام، الزروع والثمار مال نام، يعني شيء وضع الزرع ونمى، وضع الحب ونمى وصار زرع، أو يكون عنده مثلا بعض الأغنام فتتناسب وتكسب ويزداد عددها. وفي زكاة النقدين لأنه مال ينمو بتدويره التجارة، أنه يدير المال، فالمال مع استثماره وتدويره فإنه أو إدارته فإنه ينمو ويزيد. وكذلك يعني في النقدين فإنها قابلة للتنمية والتدوير والزيادة، فشرعت الزكاة حتى يكون فيها الحث للناس على تدوير المال حتى لا تأكله الصدقة فينميه بحيث يكون له أرباح بحيث يزكي منه، والأرباح يعني ما أخرجه من الزكاة، فإذا دور المال أو أدار المال فيأتي له ربح فلا يحصل فيه نقصان. طبعا الزكاة تزيد المال في الثواب والأجر، لكن مقصود النقصان الحسي الذي حصل يعني بإخراج الزكاة منه، فعند إدارته فيربح ويأتي هذا الربح فيعوض ما نقص من زكاته. فالأصناف الزكوية هي أموال نامية. فالإمام الشافعي قال مال الصبي هو مال نام مثل مال البالغ، مال ينمو سواء كان مالكه صبيا أو كان مالكه بالغا فيجب فيه الزكاة. الإمام أبو حنيفة قال لا يقاس مال الصبي على مال البالغ. قال ويجوز أن يقال لا تجب في مال الصبي كما قال به أبو حنيفة رحمه الله. إذن العلة لكونه مالا ناميا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله يعني لا يسلم بأن هذه هي العلة، أو لا يسلم بوجودها في الفرع كوجودها في الأصل، فلذلك سمي قياس الدلالة. نستدل بأحد النظيرين على الآخر. فقياس الدلالة يعني عند بعض الفقهاء أو بعض الأصوليين يقول يعني هو قياس الدلالة هو نوع من قياس العلة، يعني كأن قياس العلة يشمل القسمين علة ودلالة، لكن هو قياس الدلالة هو نوع من قياس العلة، لكن العلة فيه لا يعني فيها خفاء وليست ظاهرة في الفرع كظهورها في الأصل. ثم قياس الشبه. قال وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين، هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها، كما في العبد إذا أتلف. هنا كما في العبد إذا أتلف، إذا أتلف يعني إذا جني على العبد، لو أن شخصا قتل عبدا فإنه متردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث إنه آدمي وبين البهيمة من حيث إنه مال، وهو بالمال أكثر شبها من الحر بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته. طيب يقول العبد إذا أتلف يعني إذا قتل عبد، فالعبد يعني فيه شبه بالحر من جهة أنه إنسان مكلف، يعني تجب عليه الصلاة ويجب عليه الصوم ويحتاج إلى عقد في التزويج ونحو ذلك، يزوج ويتزوج ويطلق وكذا إلى آخره، ففيه شبه من الحر. فإذا يعني قسم العبد على الحر بجامع الشبه الذي بينهما أنه يشبه الحر في هذه الأمور،
فإنه سيكون مقتضى هذا أنه من قتل عبدا فعليه الدية، كما أنه من قتل حرا عليه الدية، وإن كان قتل عمد ففيه قصاص، وإن كان قتل خطأ ففيه دية. ولكن إذا قسناه على البهيمة بجامع أنه يباع ويشترى ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه، يعني عند الجناية على جزء من أجزاء العبد، من فقأ عين عبد أو قطع يده أو كذا، فإنه يضمن بما نقص من قيمته، يعني لا يدفع دية الأعضاء، لا يدفع دية اليد ولا دية كما هو في الحر، يدفع دية اليد مثلا 50 من الإبل أو دية العين إذا فقأ 50 من بعيرا، لكن في العبد ينظر إلى قيمته سليما وقيمته معيبا، ويدفع الفرق بين القيمتين. لما مثلا فقئت عينه أو قطعت يده نقص من قيمته، كان يسوى 10,000 صار يسوى 7,000، يعوض لا يدفع دية الأعضاء، وإنما يدفع أرش الجناية، الفرق الذي نقص في قيمته بسبب الجناية. فهذا الشبه يجعله أشبه يعني بالبهيمة من هذه الجهة، أنه إذا قتل فإنه تدفع قيمته ولا دية فيه. فإذا الفرع الذي يكون فيه شبه من أصلين يمكن أن نقيسه على أحد الأصلين فيأخذ حكما، ولو قسناه على الآخر أخذ حكما آخر، فحكمه أنه يلحق بأكثرهما شبه. وهنا الفقهاء قالوا العبد أشبه بالبهيمة منه بالحر، لأنه في أكثر الأحكام يأخذ أحكام، يعني لا يأخذ أحكام الحر في أكثر الأحكام، فألحقوه به يعني بالبهيمة، وقالوا إذا جني على العبد أو أتلف العبد ففيه ثمن العبد وليس فيه الدين. قال بعض شروط الفرع والأصل أو الفروع والأصل، قال ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل فيما يجمع به بينهما للحكم، أي أن يجمع بينهما بمناسب للحكم، يعني كما يعني من شرط العلة، من شرط العلة أن تكون وصفا مناسبا، والوصف المناسب هذا احتراز من نوع من الأوصاف يقال له الوصف الطردي. الوصف الطردي هو يعني الأوصاف التي لا يعلق الشرع عليها أحكام وليست مناسبة للتعليل، يعني مثل الخمر مثلا، حرمت الخمر، فالفقهاء ينظرون في الخمر ما هي علة تحريمها، فنجد أن الخمر فيها أوصاف، مثلا أن الخمر أنها لونها أحمر وأنها سائل، مثلا الميوعة مائعة، مائع من المائعات، والحمرة أنها لونها أحمر، فوجدوا أن الشرع لا يعلق أحكاما بهذه الأوصاف، يعني لأننا وجدنا مثلا أنه توجد أطعمة لونها أحمر ولم يحرمها الشرع، وتوجد مثلا سوائل مائعة لم يحرمها الشرع، مثلا بطيخ مثلا وغيره مثلا من الأطعمة الحمراء التي لم يحرمها الشرع، ومثلا كونها مائعا نجد مائعات كاللبن والعسل والماء لم يحرمها الشرع، إذا الميوعة ليست هي العلة، الحمرة ليست هي العلة. فهذه الأوصاف التي تكون في الأصل لكنها لا يتعلق بها الحكم يسمى وصفا طرديا، لكن الوصف المناسب هو الذي يتعلق به الحكم. وجدنا وصف الإسكار، هذا هو الوصف الذي يناسب أن يكون هو الحكم. كذلك مثلا يذكر الأصوليون يضربون مثالا بقصة الرجل الذي يعني جامع امرأته وهو صائم في رمضان، فمثلا هذا الرجل أنه كان أعرابيا
أنه كان مثلا كان فيه صفات، يعني بعض الصفات التي لا يعلق الشرع بها الحكم، يعني ليست هي علة الحكم، لم يأمره بالكفارة لأنه أعراضي ولا أمره، وإنما هي أمره بالكفارة لأنه جامع امرأته وهو صائم، فهذه هي العلة. فإذا كونه أعراضيا هذا يسمونه وصفا طرديا، يعني ليس لو أنه كان حضريا ولم يكن أعراضيا لما اختلف الحكم، فهذا وصف طردي، يعني ليس هو الذي يتعلق به. فيشترط في الفرع أن يكون مناسبا للأصل، يعني أنه في هذا الوصف المناسب الذي من أجله يعني حكم على الأصل بالحكم، أن يكون هذا المعنى المناسب أن يكون موجودا في الفرع، أن يكون موجودا في الفرع، فنتأكد من وجوده في الفرع مثل أو أكثر من وجوده في الأصل. يعني أن يكون الفرع مناسبا للأصل، أن الوصف المناسب الذي يصلح للتعليل نستخرجه ونتأكد من وجوده في الفرع مثل أو أكثر من وجوده في الأصل، فحينئذ نعطي الفرع حكمه. ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين ليكون القياس حجة على الخصم. يعني الآن في مناظرة بين فقيهين، أو فالفقيه الأول يريد أن يقيس هذا الفرع على أصل، وهو يعتقد أن الأصل حكم، أن هذا الأصل أن حكمه التحريم، ويريد أن يقيس الفرع عليه ليعطيه نفس الحكم الذي هو التحريم. طيب هل أن الفقيه الثاني لا يسلم له بحكم الأصل أساسا؟ يعني هو الفقيه الأول يرى أن المسألة الأصلية التي نص عليها حكمها التحريم، فهو يريد أن يقيس عليها غيرها ليعطيها نفس الحكم الذي هو التحريم. طيب لو أن الفقيه الثاني يرى أن الأصل أنه حكمه الإباحة، وأنه الدليل الذي يدل على تحريمه أنه حديث ضعيف أو معارض بما هو أقوى منه، فهو لا يسلم له بحكم الأصل ولا بالدليل الذي استدل به على حكم الأصل، يقول هذا الدليل إما ضعيف وإما معارض بما هو أقوى منه، فهو لا يسلم له بحكم الأصل، فبالتالي لن يستفيد الأول شيئا إذا قاس هذا الفرع على الأصل، يريد أن يقول هل إذن هو حرام لأن الأصل حكمه التحريم، فهو يقول لك أصلاً الأصل حكمه عندي الإباحة وأنا لا أسلم لك بدليل تحريمي، فبالتالي لو قسته عليه لن تستفيد شيئاً، لن أسلم لك بتحريم الفرع لأني لا أسلم لك أصلاً بتحريم الأصل ولا يثبت عندي دليل تحريمي، فلا يكون القياس حجة على الأصل إلا إذا كان يعني الطرفان اللذان يتناظران في المسألة قد اتفقا على حكم الأصل، فحينئذ ينفع القياس في يعني في محاجة الخصم وتستدل عليه بالقياس. فإن لم يكن كيف لو في نسخة مخالفة عندي، فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل يقول به القياس. هكذا عندكم في النسخ؟ نعم. فإن لم يكن خصم، يعني لو أن السياق لم يكن سياق مناظرة بين خصمين يريد أن يستدل بالقياس لنفسه وليس لمجادلة خصم، فيشترط ثبوت حكم الأصل بدليل يقول به القياس، يعني يقول به القائس، يعني الذي يقيس. نعم. هل نقدر نقيس على حكم نقيس على حكم يعني مسألة القياس على فرع، نقيس فرعا على فرع آخر، يعني فهذا لا يصح، نقيس على الأصل الذي نص على حكمه، يعني إذا ثبت حكم الفرع بقياسه فلا نقيس على الفرع، إنما نقيس على الأصل الذي قيس عليه الفرع الأول، الذي قيس عليه الفرع الأول، يعني الذي مثلا
يثبت تحريم الهيروين مثلا قياسا على الخمر، بعدين يجي يقيس عليه مثلا المخيون ولا الحشيش. فنقول له لا تقيسه على الفرع، انما قيس على الاصل على الخمر. كل فرع نرجع الى الاصل الذي ثبت بذلك. قال بعض شروط العلة وحكم الأصل. قال ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها ولا تنتقض لفظا ولا معنى. هنا تلاحظون مصطلح الطرد يأتي في باب القياس بمعنيين. مرات يأتي الطرد بمعنى الوصف الطردي الذي لا يصلح للتعليل، اللي هو زي ايه؟ زي الحمرة في الخمر والملوعة فيها والأعراضية في الرجل الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالكفارة. فهذا نسميه وصفا طرديا، يعني وصفا لا يصلح للتعليل، وصفا لا يصلح للتعليل. ويستعمل الأصوليون أيضا مصطلح تخريج المناطي وتنقيح المناطي وتحقيق المناطي. عندنا هي هذه المصطلحات الثلاثة، تخريج المناط، المناط اللي هو الوصف الذي يعلق به الحكم. فعندنا تخريج المناط المقصود به تخريج استخراج الأوصاف التي يحتمل أن تكون علته، فنستخرج أوصاف الأصل. فأول شيء مثلا إذا جاءوا إلى الخمر فيقول تخريج المناط، نستخرج أوصافها، الخمر حرمها الشرع. طيب ما هي أوصاف الخمر؟ فيقول مثلا صفتها أنها إيه؟ مثلاً أنها فيها حمرة وأنها نائعة وأنها إيه؟ مسكرة. وضع هذا تخريج الإيه؟ المناط، نستخرج الأوصاف. مثلاً عندنا يأتي الإيه؟ الحنفية، الحنفية عندهم يفرقون بين الخمر الذي يكون من عنب مثلا او من اصناف معينه والخمر الذي يكون من غيرها. فمثلا الخمر الذي من العنب مثلا فيقولون هذا يحرم قليله حتى لو كان هذا القليل غير مسكر، حتى لو كان القليل غير مسكر، فطالما اسكر كثيره فقليله حرام. لكن يقولون مثلا الخمر الذي يكون من شعير مثلا إذا أسكر كثيره فالقليل الذي لا يسكر، يعني عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله هذه من المسائل التي أخطأ فيها، فيقول إنه لا يحرم قليله الذي لم يسكر. فيقول العلة فجعل كونه من عنب مثلا جعله وصفا يعني مناسبا يعني في ومؤثرا في الحكم. لكن عند بقية الفقهاء قالوا كونه من عنب هذا شيء طردي، من عنب ولا شعير ولا عسل ولا من أي صنف كان، الحكم واحد، كل الخمر حكمه واحد، قليله وكثيره حرام. لكن الإمام أبو حنيفة يفرق بين القليل والكثير فيما كان من غير العنب أو يعني من الأصناف التي لم ينص على حرمة الخمر فيها أو كده. فإذا كونه من عنب هذا عند الجمهور هو وصف طردي، لا أثر له البتة في الحكم. لكن عند الحنفية لا، هذا وصف إيه؟ له تأثير في الحكم. أما كونه أحمر، كونه سائل، هذا وصف إيه؟ بالإجماع أنه لا تأثير له في الحكم. فإذا استخراج الأوصاف هذا تخريج المناط، وبعدين تنقيح المناط اللي هو استبعاد الأوصاف الطردية، الأوصاف الطردية التي لا تصلح للتعليل نستبعدها ونخرجها ونقول هذا الوصف إيه ملغى، لا نستبعد. ثم تحقيق المناط اللي هو التأكد من وجود هذه العلة في الفرع كوجودها في الأصل أو أظهر. يعني مثلا قد يأتي قائل ويقول مثلا هي المشروبات الغازية البيبسي والكوكاكولا والأشياء دي، يقول مثلا هي حرام قياسا على الخمر. لماذا؟ يقول والله مسكرة مثل الخمر. طيب هنا ايه هو أخطأ في ماذا؟ هو من ناحية تخريج المناط هو فعلا استخرج أوصاف الخمر، وتنقيح المناط يعني حقق أن يعني وصل إلى أن الإسكار هو علة تحريم الخمر، لكنه أخطأ في تحقيق المناط لما جاي ينزل الحكم على الواقعة.
يعني قال ان الايه ان مثلا انها ان المشروبات الغازيه مسكره مثلا. يذكر عن بعض الفقهاء انه اول ما دخلت القهوه مثلا في اول ما دخلت في بلادهم او كذا لم يعرفوها، وبعضهم حرمها وظنها يعني تشبه الخمر وظنها كذا. والى الان مثلا حصل خلاف بين الفقهاء في القاد مثلا موجود في اليمن وموجود في الصومال يمكن ايضا. الامام الشوكاني رحمه الله وكثير من له رساله في اباحه القاد، وكثير من فقهاء اليمن يفتون باباحته او كراهته او كذا، يقولون ليست فيه عله الخمر. الفريق الاخر يقول فيه عله الخمر. جمهور العلماء في معظم الامصار يحرمون القاد ويرون انه مثله مثل الخمر وفيه ما في الخمر من الاسكر. فهنا يعني المنازعه في القاد مثلا منازعه في تحقيق المناط، يعني يكون الطرفان المتجادلان كلاهما يسلم ان الخمر علتها الاسكار وانها حرمت من اجل الاسكار، وان يعني لا يختلفان في تخريج المناط وتنبيحه، ولكن يختلفان في تحقيقه، يعني في وجوده في الفرع. هل هذا الفرع توجد فيه العله او لا توجد فيه العله؟ طيب، فإذا الوصف الطردي عندما نستعمل الطرد اللي هو بمعنى الأوصاف التي لا تصلح للتعليل كالحمرة والميوعة في الخمر والأعراضية في من أمر بالكفارة. لكن هناك يعني استعمال آخر للطرد من شرط العلة أن تطرد في معلولاتها. هنا استعمال الطرد بمعنى أنه حيثما وجد الوصف وجد الحكم، وإذا انتفى انتفى الحكم. فهذا معنى الايه الطرد، أنه يضطرد وينعكس. أراد أقول أنه مضطرد، أو يعني نقول أنه مضطرد يعني إذا وجد وجد الحكم، وينعكس كذلك إذا لم يوجد لم يوجد الحكم. فحينئذ ايه نعلم أن هذا الوصف هو العلة. يعني لو رجعنا مرة أخرى مثلا موضوع لو أن قائلا قال الخمر حرمت لأنها مائعة، لأنها سائل من السوائل، فنقول والله الميوعة وجدت في اللبن ووجدت في العسل ولم يحرم، إذن ليست هي العلة. لأنه لو كان هذا الوصف هو العلة، لو كان هو الوصف المناسب الصالح للتعليل لطرد في المعلولات، يعني حيثما وجد وجد الحكم وحيثما انتفى انتفى. لكن وجدنا أن وصف الميوعة يوجد في أشياء ولا يوجد فيها حكم التحريم، فدل على أنه ليس هو العلة. فشرط العلة أن تضطرد في معلولاتها ولا تنتقض لفظا ولا معنى. يعني قال إذا وجد لفظ العلة ولم يوجد الحكم إذا ليست هي العلة، هذا الوصف ليس هو المناسب الصالح للتعليم. إذا وجد لفظه ولم يوجد الحكم، أو وجد معناه ولم يوجد الحكم. يضرب مثالا هنا، قال فمتى انتقضت لفظا بأن صدقت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة بدون الحكم، أو معنى بأن وجد المعنى المعلل به في صورة بدون الحكم فسد القياس. فسد القياس. طيب الأول اللي هو وجد اللفظ في صورة ولم يوجد الحكم، كأن يقال في القتل بمثقل أنه أو إنه قتل عمد عدوان فيجب به القصاص كالقتل بالمحدد، فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده فإنه لا يجب به القصاص. هنا يعني دائما الشارح يمثل بمسائل الخلاف بين الحنفية والشافعية. فالحنفية يقولون القتل الذي يجب به القصاص لابد أن يكون بمحدد، يعني بشيء له حد يجرح، مثل الإيه السيف والسكين والموسى. فالذي يقتل آخر بشيء له حد يجرح ويسيل الدم، فهذا هذا النوع من القتل فيه القصاص. إذا قتل آخر عمدا بمحدد، قتل عمد عدوان بمحدد، فيجب فيه القصاص.
أما إذا قتل آخر قتلاً عمداً عدواناً بمثقل، يعني بشيء ثقيل كأن ألقى عليه صخرة أو ضربه مثلاً بحديدة بعرضها ليس لها حد يجرح ونحو ذلك، فيقولون هذا لا قصاص فيه، حتى لو كان قتلاً عمداً عدواناً يقولون لا قصاص فيه، ممكن يعذر بتعزير يعاقب يعني جانب التعزيرات وعليه الدية، لكن ليس فيه قصاص، لا يقتل القاتل في هذه الحالة، ولكن يمكن تعزيره ويمكن ويلزم بالدية. فالشافعية وجمهور الفقهاء يعني غير الحنفية يقولون علة القصاص هي القتل العمد العدوان، إذا وجد قتل عمد العدوان فيجب القصاص على الجاني القاتل يقتص منه، كونه بمحدد أو بمثقل يعني يجعلون هذه زي الأوصاف الطردية يعني التي لا يتعلق بها الحكم، قتل عمد عدوان سواء غرقه في البحر ولا أحرقه بالنار ولا ألقاه من مكان عالي ولا ألقى عليه صخرة ولا خنقه ولا ضربه بسيف أو سكين، كله فيه القصاص، يعني كل هذه الأمور يعني لا زي أوصاف طردية لا يتعلق بها. فقالوا العلة القتل هي القتل العمد العدوان، متى ما وجد وجد الحكم، وإذا انتفى انتفى الحكم، القتل إذا لم يكن عمدا عدوانا لا يقتص من الجاني. أما كونه بمثقل أو بمحدد فهذا شيء لا تأثير له. الحنفية يقولون لا، كونه بمحدد هذا له تأثير في الحكم، إذا لم يكن بمحدد لا قصاص. طيب ففي الجدال يعني بين الحنفية والشافعية أو بين الحنفية والجمهور عموما، فالحنفية يقولون للجمهور يقولون لهم أنتم تقولون كل قتل عمد عدوان يجب فيه القصاص، يقولون طيب نحن عندنا صورة فيها قتل عمد عدوان ولا قصاص فيه، ما هي هذه الصورة؟ لقتل الوالد ولده، يقولون لو أن الأب قتل ابنه عمدا عدوان هل يقتص من الوالد؟ لا يقتص من الوالد. إذن يقولون إذن كون القتل عمدا عدوانا هذا ليس هو العلة، لأنه وصف غير مضطرد، يعني ليس حيث ما وجد وجد الحكم، يقولون لا هذا وجد في صورة وهي صورة قتل الوالد ولده ولم يوجد الحكم، إذن ليس هو العلة. يكون العلة هي أن يكون القتل بمحدد، يعني كونه بمحدد هذا مؤثر في الحكم. طيب فإذا هنا وجد لفظ العلة لأنه قتل عمد عدوان ولم يوجد الحكم في هذه الصورة. والثاني اللي هو وجد معنى العلة ولم يوجد الحكم، إذا كان لو أن قائلا قال العلة في إيجاب الزكاة، العلة في إيجاب الزكاة في الأموال دفع حاجة الفقير، العلة في إيجاب الزكاة في الأموال دفع حاجة الفقير، فلو قال قائل تجب الزكاة، قال والثاني كأن يقال تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير، فيقال ينتقض ذلك بوجوده في الجواهر ولا زكاة فيها. قل الآن صاحب المواشي يمكنه أن يدفع حاجة الفقير بإخراج الزكاة في ماشيته، فيقال هذا المعنى موجود في صورة مالك الجواهر الذي عنده جواهر، عنده من الماس واللؤلؤ والياقوت والزبرجد وكذا ما يسوى ملايين الدولارات، هل تجب عليه الزكاة؟ لا تجب عليه الزكاة، مع كونه يملك مالا كثيرا يعني يمكنه أن يدفع منه حاجة الفقير، وتندفع حاجة الفقير إذا أعطاه جوهرة نفيسة يأخذها ويبيعها وينتفع بثمنها وتندفع حاجته بها، ومع ذلك لا تجب الزكاة على صاحب الجواهر. فقالوا إذن دفع حاجات الفقير ليست هي العلة في الزكاة، لماذا؟ لأن المعنى الذي هو اندفاع حاجات الفقير وجد في الجواهر ولا زكاة فيها، فوجد معنى العلة ولم يوجد الحكم، إذن ليست هي العلة، لأن شرط العلة أن تكون وصفا
مضطردا، يعني إذا وجد وجد الحكم. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، أي تابعا لها في ذلك، إن وجدت وجد وإن انتفت انتفى. وشرط الحكم أنه إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. والعلة هي الجالبة للحكم بمناسبتها له. العلة هي ذلك الوصف المناسب الصالح للتعليل الذي يجلب الحكم. والحكم هو المجلوب للعلة. حكم هو مثلا التحريم، مثلا مخدرات، وجوب الزكاة مثلا، وجوب كفارة، هذا هو الايه الحكم، هو المجلوب للعلة. قال الأصل في الأشياء، انتهى من موضوع القياس وانتقل إلى مسألة أخرى. قال وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء بعد البعثة على الحظر، أي على صفة هي الحظر، إلا ما أباحته الشريعة. بعض الناس والبعض الفقهاء والأصوليين يقولون الأصل في الأشياء الحظر بعد الشريعة، بعد مجيء الشرائع الأصل في الأشياء أنها محظورة وممنوعة، إلا ما أباحه الشرع، إلا ما أباحته الشريعة. فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء بعد البعثة أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع. فريق الآخر عكسه يقول الأصل في الأشياء بعد الشريعة الإباحة إلا ما حظره الشرع، فما لم يحظره الشرع فهو باق على الإباحة، حظر والمنع والتحريم. قال والصحيح التفصيل، المؤلف هنا أو الشارح يقول والصحيح التفصيل، وهو أن المضار على التحريم والمنافع على الحلم. والأصل أن ما كان ضارا فهو أصل فيه التحريم، إلا أن يأتي دليل يدل على إباحته رغم ضرره، ولم يباح الشيء الضار إلا لوجود مصلحة فيه هي أرجح من تلك المضرة. وما كان يعني نافعا فالأصل فيه الحل. أما قبل البعثة فلا حكم يتعلق بأحد لانتفاء الرسول الموصل إليه. ولكن قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فلا حكم يتعلق بأحد لانتفاء الرسول، لأن الرسل الذين أرسلهم الله تعالى هم الذين بلغوا عن الله تعالى أحكام الشريعة. مسألة ما قبل البعثة هذه مسألة يقال لها مسألة التحسين والتقبيح العقلي والشرعي، يعني المؤلف والشارح من الأشاعرة، والأشاعرة يقولون لا تحسين ولا تقبيح بالعقل، التحسين والتقبيح يكون بالشرع فقط. يقولون قبل الشريعة يعني لم يكن هناك شيء حسن ولا شيء قبيح، الشرع هو الذي حسن أشياء، يقول الحسن هو ما أمر به الشرع والقبيح ما نهى عنه الشرع. يقولون قبل مجيء الشريعة، قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا نستطيع أن نقول إن الأمانة كانت حسنة والصدق كان حسنا والخمر والزنا والسرقة، ما هذه الأشياء كانت قبيحة وإن وكذا. فيقولون يعني قبل الشرائع ليس هناك حسن ولا قبيح، كل الأشياء كانت لا يتعلق بها حكم، لكن الشرائع هي التي جاءت يعني أمرت بأشياء ونهت عن أشياء، فما أمر به الشرع فهو الحسن وما نهى عنه فهو القبيح. يقابلهم المعتزلة يقولون بالتحسين والتقبيح العقلي، لكن يرتبون عليه أنه يعني قبل مجيء الشرائع وقبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه من خالف مقتضى العقل استحق العقاب،
يقولون يعني قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم كان العقل يستطيع أن يستدل على حسن ما هو حسن وقبح ما هو قبيح، فبالتالي قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل ما هو قبيح عقلا فإنه يعاقب في الآخرة ويستحق العقوبة على ذلك، من كذب وخان وشرب الخمر وفعل القبائح يعني التي دل العقل على قبحها فإنه يكون يعني مستحقا للعقاب. والتوسط في هذا الباب هو ما عليه يعني أهل السنة أو المحققون من أهل السنة والجماعة وطريقة السلف الصالح، أن نقول إن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها، أو يدرك حسن كثير من الأشياء وقبح كثير من الأشياء، ليس بالضرورة أن يدرك كل شيء، هناك أشياء يعني قد تخفى على العقل، لكن يعني كثير من الأشياء يستطيع العقل إدراك حسنها إذا كانت حسنة وقبحها إذا كانت قبيحة. ولهذا فإن الله تعالى قال إيه؟ ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فمعناها ان كان هناك اشياء طيبه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاحلها، فاذا الشريعه احلت ما احلته لانه طيب وحرمت ما حرمته لانه قبيح، يعني اذا هو كان في قبح قبل ان تجيء الشريعه بتحريمه ولاجل قبحه حرمته الشريعه. لكن فرق بين اهل السنه والمعتزله انه لا يترتب العقاب على من خالف مقتضى العقل، قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالذي فعل القبائح قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعاقب على ذلك، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومن مات مشركا قبل البعثة فإنهم يمتحنون يوم القيامة، إذا لم تبلغه الدعوة فإنه يمتحن يوم القيامة ولا يعاقب بمجرد كونه خالف مقتضى العقل فأشرك بالله أو فعل القبائح. فالصواب هو إثبات التحسين والتقبيح العقلي، لكن عدم ترتيب العقاب الأخروي على التحسين والتقبيح العقلي، وإنما العقاب الأخروي مترتب على مجيء الشرع وبعد الشرع. قال الاستصحاب، قال ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به كما سيأتي أن يستصحب الأصل، هذه من أدلة التشريع بعد الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فهنا من الأدلة أيضا الاستصحاب. ما المقصود بالاستصحاب؟ استصحاب الحال الذي يحتج به كما سيأتي أن يستصحب الأصل، أي العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي، بأن لم يجده المجتهد بعد البحث عنه بقدر الطاقة، كأن لم يجد دليلا على وجوب صوم رجب فيقول لا يجب استصحاب الحال أي العدم الأصلي وهو حجة جزما. فعندنا استصحاب الحال، قال الأصل هو براءة الذمة من التكليف، أن الإنسان غير مكلف بشيء إلا ما كلفه به الشارع. فهنا يعني هذا من معاني استصحاب الحال، له معاني، فمن معانيها استصحاب الحال الأصلي الذي هو العدم، يعني الأصل عدم التكليف وبراءة الذمة من التكليف، فهذا هو الأصل. فيقول يعني إذا شك الإنسان في وجوب شيء وعدمه، مثل شك في وجوب صوم رجب أو عدم وجوب صوم رجب أو سئل عن ذلك، فيستدل على عدم وجوبه بالاستصحاب، يعني ما الدليل على عدم وجوب صوم رجب؟ فالدليل هنا هو الاستصحاب، هو أن الأصل براءة الذمة من التكليف وعدم وجوب شيء على المكلف إلا ما دل عليه الدليل. فعندما يأتي شخص ويدعي وجوب شيء لا دليل على وجوبه، فنستدل على عدم وجوبه بماذا؟ بالاستصحاب. نقول الأصل براءة الذمة من التكليف، وأن الإنسان غير مكلف بشيء إلا ما كلفه به الشرع. أنت تدعي وجوب هذا الشيء، أنت المطالب أن تأتي بدليل يدل على وجوبه، إذا لم تأتنا بدليل يكفي لإثبات وجوبه فنحن نحتج بالاستصحاب، نقول نستصحب الحالة الأصلية الذي هو عدم التكليف. هناك استعمالات أخرى للاستصحاب، منها مثلا استصحاب صحة العقد
واستصحابه مثلا يعني من كان متوضئا وشك هل انتقض وضوءه ام لا، فنقول وضوءه لم ينتقض لان الحال الاصلي الان انه متوضئ، وشك هل احدث ام لا، فنقول الاصل هو عدم الحدث، فهذا نوع من الاستصحاب. اما من كان متيقنا انه احدث وشك هل توضأ بعد الحدث ام لا، يستصحب الحالة التي كان عليها أنه يعني آخر شيء هو يعني يعلمه يقينا أنه أحدث، هو متأكد أنه دخل الخلاء وقضى حاجته أو فهو متأكد أنه أحدث، وشك هل بعد هذا الحدث توضأ ولا ما توضأ، باستصحاب الحال أنه يبني على أنه محدث فنقول عليه أن يتوضأ. الإنسان تيقن أنه متوضأ، هو متأكد أنه توضأ ومتذكر تماما أنه توضأ، وشك هل بعد هذا الوضوء هل أحدث بعده أم لا، فنقول الأصل أنه إيه باق على وضوئه ولا ينتقد وضوءه بالحدث، بالحدث المشكوك فيه الذي يعني ليس متيقنا منه. شخص متزوج وشك هل طلق امرأته أم لا، نقول والآن متأكد أنه عقد الزواج عليها، وكان هناك شهود يشهدون أنه عقد عليها وتزوجها، وزواجه بها هو إيه شيء تيقنه، أما كونه طرأ على هذا الزواج ما يفسده هذا شيء مشكوك فيه، فنبني على الأصل أنه نستصحب الحال أنه متزوج وأنها لا تزال في عصمته إلى أن نتيقن أنه وقع منه طلاق صحيح يفسد عقدة هذا النكاح الذي هو يعني دلوقتي. فقال أما الاستصحاب المشهور الذي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول، كذلك مثلا ملكية شخص لشيء، يعني إذا شخص يعني يتصرف في شيء تصرف الملاك، فأيضا من الاستصحاب أنه يعني الأصل أنه مالك له إلى أن يثبت غيره ملكيته لهذا الشيء، وغير ذلك من أنواع الاستصحاب. فقال أما الاستصحاب المشهور الذي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول، يعني زي ما ذكرنا شخص يتزوج بامرأة، فثبوت الأمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول، لأنه قبل الآن هو شك في تطبيقها، فنقول قبل هذا الطلاق المشكوك فيه هو كان متزوجا بها، فهذا الطلاق المشكوك فيه نقول بعده نثبت الزواج كما كان ثابتا قبله، لأنه يعني لا يكفي لإخراجه عن الصفة التي كان عليه، وهكذا في كل مثال. يعني قال الاستصحاب الذي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول، فحجة عندنا دون الحنفية فلا زكاة عندنا في 20 دينارا ناقصة تروج رواج الكاملة بالاستصحاب. الآن الذي يملك 20 دينارا ناقصة، لكن هذه الدنانير يعني فيها ليست خالصة، يعني مغشوشة فيها ذهب وغيره، فوزنها ليس كوزن 20 دينارا ثابت أصليا، لكنها تروج كما تروج الدنانير الكاملة، يعني يستطيع أن يشتري بها ويتصرف فيها كما يشترى الدنانير الكاملة، لكنها ناقصة لا كمية الذهب فيها ناقصة عن كمية الذهب التي تكون في الدنانير الأصلية. فهنا استصحاب الحال نقول يعني أن الإنسان كان في الأصل لا تجب عليه الزكاة إلى أن يصبح مالكا 20 دينارا كاملة فتجب عليه الزكاة. فالشافعية يستدلون بالاستصحاب على عدم وجوب الزكاة في 20 دينارا ناقصة، والحنفية لا يستدلون بالاستصحاب في هذه الصورة. قال ترتيب الأدلة والترجيح بينها. قال وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، وذلك كالظاهر والمؤول، فيقدم اللفظ في معناه الحقيقي على معناه المجازي، كما ذكرنا اللفظ الذي يحتمل معنيين، إذا كانت دلالته على أحد المعنيين هي الأظهر وهي التي تتبادر إلى الذهن،
والمعنى الثاني بعيد. يعني معنى الدين بعيد يعني يحتاج إلى قرينة حتى نتأكد أنه هو المراد. فالأصل حمل الألفاظ على معانيها الظاهرة التي تتبادر منها. يعني في مثال الأسد بمعنى الحيوان المفترس، أو الأسد بمعنى الرجل الشجاع. يقول الأسد مثلا إذا أطلق فالظاهر هو اللفظ، هو المعنى الحقيقي له. المعنى الحقيقي هو الذي يكون الظاهر، المعنى الذي يتبادر الذهن إليه أن الأسد هو الحيوان المفترس. لو أن شخصا قصد بالأسد الرجل الشجاع يحتاج إلى قرينة تدل على ذلك لنحمله على هذا المعنى المجازي. فالمؤول هو يقال له الظاهر بالدليل، يعني وجد دليل يقتضي أن اللفظ. إذا قال مثلا رأيت أسدا يخطب على المنبر مثلا، فلما قال يخطب على المنبر عرفنا أن يقصد رجلا شجاعا يعني. فهنا وجد دليل على المنبر، يخطب على المنبر، هذه القرينة هي الدليل الذي جعلنا. فنقول هنا يعني هل الأسد في هذا السياق ظاهر أو مؤول؟ نقول هو مؤول. أولنا الأسد لأن المراد به الرجل الشجاع، فالمؤول يقال له الظاهر بالدليل. إذا قلت الظاهر نقصد المعنى الحقيقي، لكن إذا قلت الظاهر بالدليل يعني الذي دل دليل على جعله ظاهرا كان في الأصل يعني معنى خفيا بعيدا، وجاء دليل فأولنا اللفظ وحملناه على هذا المعنى. فإذا الظاهر جلي والمؤول خفي، أو المعنى الحقيقي جلي والمعنى المجازي خفي. فيقدم الظاهر على المؤول ويقدم الحقيقي على المجازي. والموجب للعلم وكذلك يعني يذكر تقديم الأقوى على الأضعف. القياس فيه جلي وخفي، سيذكر هذه المسألة بعد قليل. فأيضا القياس الجلي يقدم على القياس الخفي كما سيأتي بعد قليل. قال والموجب للعلم على الموجب للظن، وذلك كالمتواتر والآحاد. فيقدم الأول هو المتواتر الذي رواه جمع غفير عن جمع غفير إلى منتهاه إلى آخره بشروطه. فالمتواتر يقدم على الآحاد، لأن المتواتر يجيب العلم والآحاد يجيب الظن. تكلمنا عن هذه المسألة، يعني هل الآحاد يفيد العلم يعني اليقين والقطع والجزم، أو الآحاد يفيد الظن الراجح. فأكثر الأصوليين يعني يقولون الآحاد يفيد الظن الراجح لا يفيد اليقين أو الجزم أو القطع. كالمتواتر في القرآن الكريم متواتر، والسنة منها متواتر ومنها آحاد. فالمتواتر والآحاد، فيقدم الأول هو المتواتر لأنه يوجب العلم، فيقدم على الآحاد لأنه يوجب الظن، إلا أن يكون عاما فيخص بالثاني كما تقدم من تخصيص الكتاب بالسنة. لكن لا مانع أن أحاديث الآحاد تخصص عموم القرآن وتخصص عموم الأحاديث المتواترة. واضح؟ يعني مثلا في قوله تعالى لما ذكر المحرمات من النساء ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلك، قبلها قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخره، وبعدين قال وأحل لكم ما وراء ذلك، ما من ألفاظ العموم. يعني كل امرأة لم تذكر في هذه الآية فهي حلال، هذا عموم القرآن. فجاءت السنة والنبي عليه الصلاة والسلام قال نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فحرم على الإنسان أن يتزوج عمة زوجته أثناء وجود زوجته في عصمته بحيث يجمع بينهما. فهذا تخصيص لعموم الآية، وحل لكم ما وراء ذلكم، هذا العموم استثنينا منه بالسنة. فالآحاد خصص عموم القرآن.
قال والنطق من كتاب أو سنة على القياس، يعني في ترتيب الأدلة والترجيح بينها عند تعارض دليلين، الدليل الذي يكون من النطق أي كتابا أو سنة يقدم على القياس، إلا أن يكون النطق عاما فيخص بالقياس كما تقدم. مر بنا أن القياس يمكن أن يخصص عموم النطق، يعني مثل له مثلا إيه تحريم، فعندنا أحاديث تنهى عن اقتناء الكلاب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشي. وبعدين الفقهاء قاسوا على هذه الكلاب التي يعني خصصت، قاسوا عليها الكلب الذي يقود الضرير، والمعاصرون مثلا قاسوا عليها الكلاب البوليسية، قاسوا عليها فالأشياء التي يعني استعمل فيها القياس من أجل تخصيص عموم حديث أو تخصيص عموم آية. فأحيانا القياس يعني يؤدي إلى تخصيص عموم آية أو حديث، نستعمل القياس، يكون عندنا الآية خصصت بدليل ثم يقاس على هذا الحكم الذي استثنى بدليل، فيقاس عليه ما يشبهه ويستثنى من عموم النطق. فإذا إذا كان النطق عاما يجوز تخصيصه بالقياس، لكن عند التعارض بين يعني نص أو آية أو حديث، يعني نطق أي آية أو حديث إذا تعارضت مع قياس فالنطق يقدم على القياس. واضح؟ يعني مثلا تجد بعض المعاصرين من المنحرفين يعني من الليبراليين والعلمانيين وكذا يأتون مثلا في بعض الأحكام ويقيسون المرأة على الرجل في مسألة فيها نص، القرآن مثلا فرق بين المرأة والرجل في الميراث، والأحاديث فرقت بين المرأة والرجل في الدية، دية المرأة على النصف من دية الرجل مثلا، وفي الميراث الذكر مثل حظ الأنثيين، في الشهادة قال فرجل وامرأتان، بدأ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان إلى آخره. فعندنا النصوص تدل على أن المرأة ليست كالرجل في هذا الحكم بعينه. فإذا جاء مثلا بعض المنحرفين ويقول والله المرأة مثل الرجل وكلاهما مكلف وكلاهما في الجزاء الأخروي كذا، ويأتي ببعض يعني هذه الشبه، فيقول إذا هي نقيس المرأة على الرجل فتأخذ حكمه في الميراث وتأخذ حكمه في الشهادة وتأخذ حكمه في الدية، فنقول والله هذا قياس باطل لأنه في مصادمة النص أو في مصادمة الكتاب والسنة، فشرط القياس ألا يعارض دليلا من كتاب أو سنة. فإذا جاء من يحتج بالقياس من أجل معارضة دليل في كتاب أو سنة نقول هذا قياس باطل، لا قياس مع النص، هذا هو المعنى، يعني لا قياس في معارضة النصوص. لكن إذا كان النطق عاما ممكن نقيس مع النص من أجل استثناء بعض الصور من العمومات، طالما أن هذا القياس يعني لا يعارض دليلا واقعا. قال والقياس الجلي على الخفي، القياس الجلي يقدم على القياس الخفي. والقياس الجلي هو ما كانت العلة فيه منصوصة، يعني مرات العلة أحيانا يكون منصوصا عليها في الكتاب والسنة أو مجمعا عليها، ويجزم بنفي الفارق بين الأصل والفرع، فهذا هو القياس الجلي الذي تكون علته إما منصوصا عليها أو يعني مثلا زور القبور فإنها تذكر بالآخرة، يعني مرات يأتي الأمر بشيء أو النهي عنه مع تعليله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء ويذكر أنه أمر به من أجل كذا أو فإنه كذا، فمرات ينص على العلة في بعض الأحكام. فإذا كانت علة الأصل منصوصا عليها أو مجمعا عليها، يعني زي علة تحريم التأفف للوالدين أجمعوا على أنه لما فيه من إيذاء للوالدين، فهذه علة مجمع عليها. فإذا كانت علة الأصل منصوصا عليها أو مجمعا عليها فهذه هذا يكون، ويجزم بنفي الفارق بين الأصل والفرع، أن هذا
العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل أو أظهر منه، فهذا يسمى قياسا جليا. فالقياس الجلي يقدم على القياس الخفي. قال: وذلك كقياس العلة على قياس الشبه. قياس العلة هذا قياس جلي، أما قياس الشبه في الفرع الذي يكون مترددا بين أصلين ويحتمل أنه يلحق بهذا الأصل أو يلحق بهذا الأصل والحكم يختلف، فإذا اجتهد الفقيه وألحقه لأحد الأصلين فهذا يكون قياسا خفيا، إذا عارضه قياس جلي قدم القياس الجلي. فإن وجد في النطق من كتاب أو سنة ما يغير الأصل أي العدم الأصلي الذي يعبر عن استصحابه باستصحاب الحال فواضح أنه يعمل بالنطق. فإذا تعارض نطق، النطق هنا أي كتاب أو سنة مع الاستصحاب، يعني لو جاء شخص مثلا وقال إنه لا يجب عليه صوم رمضان، لماذا؟ قال لك بدليل الاستصحاب، الأصل براءة الذمة من التكليف، وأنا إيه الأصل عدم وجوب شيء على الإنسان، وهو يستصحب الحال فيقول لا يصوم رمضان عملا بالاستصحاب، لأن الأصل أنه غير مكلف بشيء ولا يجب عليه شيء، وهذا هو الأصل. فنقول لا، هذا الأصل إيه عارضه دليل، كتب عليكم الصيام وقال إيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى آخره، شهد منكم الشهر فليصوم. فنقول إذن هذا نطق نقلنا عن الاستصحاب، يعني قبل نزول آيات وجوب الصيام كان صحيحا أنه يستدل الإنسان بالاستصحاب على أنه لا يجب عليه صوم رمضان قبل نزول هذه الآيات لأنه يستصحب الحال لا يجب عليه شيء، لكن لما جاء النص الذي نقلنا عن الحال الأصلي إلى الحال الجديد إذن النطق هنا يقدم على الاستصحاب فيستصحب الحالة. قال نعم إذا تعارض، قال يعني جاء نطق يغير الأصل فيقدم النطق، فواضح أنه يعمل بالنطق. وإلا أي وإن لم يوجد ذلك فيستصحب الحال أي العدم الأصلي أي يعمل به، زي مسألة صوم رجب نقول لا يجب الصوم في رجب عملا بالاستصحاب، والأصل عدم وجود شيء وليس عندنا دليل ينقلنا عن هذا الأصل. قال: شروط المفتي أو المجتهد. قال: ومن شرط المفتي وهو المجتهد أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، أي بمسائل الفقه وقواعده وفروعه وبما فيها من الخلاف، يعلم إيه مسائل الفقه وقواعد الفقه والفروع الفقهية، ويعرف ما أجمع الفقهاء عليه وما اختلفوا فيه، ليذهب إلى قول منه ولا يخالفه، يعني حتى إذا اجتهد يذهب إلى قول له فيه سلف ولا يأتي بقول يعني يشذ به عن الإجماع بأن يحدث قولا آخر لاستلزام اتفاق من قبله بعدم ذهابهم إليه على نفيه. يعني يقول كون الفقهاء السابقون يعني أجمعوا على عدم القول بهذا القول المحدث دل على أنه لا يجوز العمل بهذا القول. من أحدث قولا مثلا عندنا مسألة مثلا ستر المرأة لوجهها، الفقهاء السابقون منهم من يقول مثلا يجب ومنهم من يقول يستحب، لكن لم نجد أحدا يقول إنه حرام مثلا أو مكروه. فإذا جاء شخص وقال مثلا تغطية المرأة وجهها في وجود الرجال الأجانب حرام أو مكروه، فنقول هذا قول محدث، الفقهاء قبلك يعني كونهم لم يذهبوا إلى هذا القول ولم يقل به أحد منهم معناه أنهم اتفقوا على أنه قول باطل، يعني ضمنا كونهم لم يقل أحد منهم بهذا القول كأنهم يعني صرحوا بأن هذا القول باطل. يعني قد يأتي شخص منحرف ويقول أين في أقوال السابقين أنه لا يجوز القول بهذا القول مثلا، فنقول كونهم لم يقل به أحد منهم معناه أنهم اتفقوا ضمنا على أن هذا الكلام باطل لا يصح. فإذا يجب عليه أن يقول بقول منهم، فقهاء الذين قبله بعضهم قال واجب بعضهم قال مستحب، وهو عليه المجتهد
دوره أنه يجتهد في فهم النصوص ويختار من بين هذه القولين، ليس له أن يحدث قولا جديدا لم يقل به أحد قبله، ولا يعتبر إحداث قول جديد إذا مثلا مسألة وقع فيها خلاف، فريق قال واجب فريق قال مستحب، فيأتي فقيه ويقول يجب في حالة كذا وكذا ويستحب في حالة كذا وكذا، هذا لا يكون إحداثا لقول جديد إذا قال يعني يجب بشروط وضوابط معينة وفي غيرها يكون مستحبا، فهذا ليس قولا جديدا، يعني هو إعمال لأحد القولين قبله في بعض الحالات وإعمال للقول الآخر في بعض الحالات، هذا لا مانع منه، لكن أن يأتي بقول خارج عنهما تماما كشيء مختلف في وجوبه واستحبابه فيقول بتحريمه أو كراهته، فهذا يكون قولا باطلا نعلم أنه باطل. وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة، اللغة هي معاني المفردات، ومعرفة الرجال الراوين للأخبار، يعني يستطيع أن يميز المقبول من الحديث من المردود منه، ليأخذ برواية المقبول منهم دون المجهول. لكن ذكر أهل العلم أيضا أنه يعني قد يصح أن يكون الفقيه مجتهدا مثلا مجتهدا في الفقه ومقلدا لغيره في التصحيح والتضعيف، يعني إذا كان الفقيه ليست عنده أهلية للحكم على الرواة ومعرفة أحوالهم وما يقبل وما يرد من روايتهم لكونه ليس يعني مختصا بالحديث، فيمكن أنه يقلد من يثق فيه من المحدثين وعلماء الجرح والتعديل، فيقلدهم ثم يجتهد في الاستنباط من هذا الحديث. قال وتفسير الآيات وتفسير الآيات الواردة في الأحكام، وذكر أنها نحو 500 آية في كتاب الله تعالى، نحو 500 آية في كتاب الله تعالى تتعلق بالأحكام والأخبار الواردة فيها وهي أحاديث الأحكام، فلا بد أن يكون عارفا يعني لم يشترط في المجتهد أن يكون حافظا للقرآن كله، أو وإنما يكفي أن يعرف آيات الأحكام فقط، ولا يشترط أن يكون عالما بكل الأحاديث، بل يكفي أن يكون عالما بأحاديث الأحكام مثل الأحاديث التي جمعها مثلا الحافظ ابن حجر مثلا في بلوغ المرام ونحوه، يعني من الكتب التي جمعت أحاديث الأحكام في المنتقى ونحو ذلك، في من الكتب التي جمعت حديث الأحكام والمحرر وكذا إلى آخره، يكون عارفا بأحاديث الأحكام ليوافق ذلك في اجتهاده ولا يخالفه، لأن آيات الأحكام وحديث الأحكام هي التي تستنبط منها الأحكام الفقهية. قال وما ذكره من قوله عارفا إلى آخره من جملة آلة الاجتهاد، يعني لما قال أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد فسره ما هي آلة الاجتهاد، آلة الاجتهاد هي معرفة النحو واللغة ورجال الحديث وتفسير آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، ومنها معرفته بقواعد الأصول وغير ذلك، يعني أيضا من الشروط أن يكون الفقيه عارفا بقواعد الأصول. قال شروط المستفتي، فإذا المفتي هو المجتهد، وأما المستفتي فقال ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيان، يعني المستفتي هو الذي ليس عنده القدرة على الاجتهاد فهو يقلد المفتي الفقيه الذي يفتيه، فهو يقلده ويعمل بفتواه. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإذا مفهوم الآية أنه إن كان يعلم فيجتهد، وأما إن كان لا يعلم فإنه يسأل أهل الذكر ويقلدهم فيما يفتونه به. فإن لم يكن الشخص من أهل التقليد بأن كان من أهل الاجتهاد فليس له أن يستفتي كما قال، وليس للعالم أي المجتهد أن يقلد لتمكنه من الاجتهاد. لكن أيضا هنا ذكر يعني
أهل العلم أنه حتى الفقيه المجتهد فإن الاجتهاد يتجزأ، يعني ممكن أن يكون مجتهدا في بعض الأبواب أو في بعض المسائل دون بعض، وكثير من المجتهدين يعني قد تعرض لهم مسألة لا يتسع وقتهم للاجتهاد فيها أو لم يحصلوا آلة الاجتهاد في تلك المسألة بعينها، لم تبلغهم النصوص الواردة فيها أو لم يبلغهم في هذه المسألة بخصوصها، يعني قد يعجزوا عن الاجتهاد فيها أو يعني يكون الأمر عاجلا لا يتسع وقته يعني للاجتهاد فيه فيقلد في هذه الحالة، يعني لا مانع أن يكون المجتهد مقلدا لغيره من الفقهاء في بعض المسائل أو في بعض الأبواب التي يكون عاجزا عن الاجتهاد فيه، لكن ما كان قادرا على الاجتهاد فيه فالأصل أنه يجتهد فيه. قال: تعريف التقليد: والتقليد قبول قول القائل بلا حجة يذكرها. عرف التقليد لأنه قبول قول القائل بلا حجة يذكرها. فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره من الأحكام يسمى تقليدا. يعني إذا عرفنا التقليد بهذا التعريف أنه قبول قول القائل بغير حجة يذكرها، فإنه يكون قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره من الأحكام تقليدا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من علماء الأصول من قال: التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، أي لا تعلم مأخذه في ذلك، لا تعرف دليله ومأخذه مأخذ الدليل. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس بأن يجتهد فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا باحتمال أن يكون عن اجتهاد، وإن قلنا إنه لا يجتهد وإنما يقول عن وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فلا يسمى قبول قوله تقليدا لاستناده إلى الوحي. يعني هذه مسألة خلافية في كتب الأصول، هل النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد أو لم يكن يجتهد؟ فيعني منهم من قال كان يجتهد ومنهم من قال لا يجتهد وإنما يوحى إليه ويبلغ ما أوحي إليه. الذين قالوا كان يجتهد برأيه قالوا لأن الشرع عاتبه، لأن الله سبحانه وتعالى عاتبه في مسائل اجتهد فيها النبي عليه الصلاة والسلام، مثل اجتهاده في قبول الفداء من أسرى بدر، وفي قصة عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ونحوها من المسائل، وفي الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول وغيره. يعني اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المسائل برأيه ونزلت الآيات معاتبة للنبي صلى الله عليه وسلم ومرشدة له إلى خلاف ما رآه عليه الصلاة والسلام. فالصواب هنا يقال يعني إن كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو وحي، والوحي قسمان: وحي ابتدائي ووحي تقريري. فنقول يعني إنه إما أن يأتي الوحي ابتداء للنبي عليه الصلاة والسلام فيبلغ ما أوحي إليه، وإما أنه في بعض المسائل لا يكون قد جاءه الوحي فيها فيجتهد برأيه عليه الصلاة والسلام، فإن كان رأيه صوابا وموافقا لحكم الله تعالى يعني أقره الوحي عليه فأصبح وحيا باعتبار تقرير الوحي عليه، وإن كان اجتهاده عليه الصلاة والسلام بعض الأصوليين يستعملوا تعبير يعني خطأ، وبعضهم يقول لا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد فأخطأ، فإنما نقول يعني خالف الأولى، فإذا كان اجتهاده يعني اجتهادا يعني خالف الأولى أو اجتهادا يعني أخطأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يجيء الوحي مصودا للنبي صلى الله عليه وسلم أو مرشدا له إلى ما ينبغي اتباعه، فيصبح الوحي هو ما أقر عليه في نهاية الأمر، فلا تعارض بين كونه يجتهد وبين كونه يعني قد كل ما جاء به وحي، فهو يجتهد ولكن في نفس الوقت أيضا ما أقر الوحي عليه صار وحيا بتقرير الوحي عليه. نعم.
نعم أحسنت بارك الله. هذا مثال لكون الأنبياء يجتهدون. سليمان وداود عليهما السلام كما قص الله تعالى علينا من خبرهما اجتهد في الإيه وداود وسليمان في يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. هنا سليمان وداود عليهما السلام نبيان كريمان وحصل أن جاءتهما هذه المسألة، رجل عنده زرع ورجل عنده ماشية، الماشية أتلفت الزرع، فداود عليه السلام حكم بأن صاحب الزرع يأخذ الماشية، يأخذ الغنم لأن الغنم وجد قيمتها تساوي قيمة الزروع التي أتلفت، فحكم له بالغنم. أما سليمان عليه السلام فحكم أنه صاحب الزرع يأخذ الغنم مؤقتا ينتفع بلبنها وصوفها بصفة مؤقتة إلى أن تزرع أرضه. فصاحب الغنم الذي غنم وأتلفت الزرع عليه أن يزرع الأرض مرة أخرى ويعيدها إلى ما كانت عليه، فإذا أعادها إلى ما كانت عليه استرد غنمه. فقال سبحانه ففهمناها سليمان، فدل ذلك على إيه؟ على أن الأنبياء يجتهدون فيما لم يوحى إليهم فيه. يعني لو كان يكون داود عليه السلام خالف يعني وحيا جاءه من الله تعالى، إنما كانت المسألة يعني لا نص عنده فيها فاجتهد فيها برأيه وجاء الوحي مصوبا اجتهاد سليمان. قال الاجتهاد تعريف الاجتهاد ومسألة تصويب المجتهد، وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض المقصود من العلم ليحصل له. هذا تعريف الاجتهاد، بذل الوسع في وصول الغرض المقصود من العلم حتى يحصل له العلم بالمسألة، فيبذل وسعه في الوصول إلى العلم بالحكم. والمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، يعني تتوفر فيه شروط المجتهد، يعني عارف باللغة وعارف بالنحو ويعرف آيات الأحكام وحديث الأحكام وقواعد الأصول إلى آخره، فإن اجتهد في الفروع وأصاب فله أجران على اجتهاده وإصابته، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده فقط، له أجر الاجتهاد وليس له أجر الإصابة لأنه أخطأ، وسيأتي دليل ذلك. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، بعض الأصوليين قال كل مجتهد في الفروع مصيب، كلهم صواب، بناء على أن حكم الله تعالى في حقه وحق مقلده ما أدى إليه اجتهاد. قالوا لأنه طالما المسألة يعني لا نص فيها وهي مسألة اجتهادية، فكل فقيه أداه اجتهاده إلى شيء فهذا حكم الله في هذه المسألة، والذي أداه اجتهاده إلى حكم آخر فهذا حكم الله في حقه في هذه المسألة، في حقه وحق من يقلده، يعني بالتالي المقلدون لهم أن يستفتوا هذا العالم ويقلدوه، وهذا حكم الله فيهم أنهم يقلدون هذا العالم في هذا الحكم. فبعض الفقهاء قال كل مجتهد مصيب بهذا المعنى. الاجتهاد في أصول الدين، قال ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية أي العقائد مصيب، يعني كل المسألة التي اختلفوا فيها اللي هو في المجتهدين في الفروع هل كلهم أصابوا أو منهم مصيب ومنهم مخطئ. أما في الأصول الكلامية يعني في مسائل العقائد فالمجتهدون فيها إما مصيب وإما مخطئ، ليس هناك احتمال أن يكون الجميع مصيبا، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى في قولهم بالتثليث، والمجوس في قولهم بالأصلين للعالم النور والظلمة يعبدون إلهين تعالى الله عن ذلك، والكفار في نفيهم التوحيد وبعثة الرسل، والمعالي في الآخرة نفوا التوحيد ونفوا بعثة الرسل ونفوا البعثة في الآخرة، والملحدين في نفيهم صفاته تعالى كالكلام وخلقه أفعال العباد وكونه مرئيا في الآخرة وغير ذلك، يعني الفرق التي نفت أن يكون الله تعالى يتكلم ونفوا أن يكون الله خلق أفعال العباد ونفوا أن الله يرى في الآخرة، فهؤلاء كلهم ضالون ونجزم بأنهم مخطئون وأنهم ضالون. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد وأصاب فله أجران، من اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، هذا حجة من قال إيه
المتدينون في الفروع منهم مصيب ومنهم مخطئ، وذلك أن الخلافة منه خلاف تنوع وخلاف تضاد. فالكلام هنا عن خلاف التضاد، يعني خلاف أحد القولين فيه صواب والقول الآخر خطأ. أما خلاف التنوع فكلهم مصيب، يعني اللي هو مثل إيه صيغ الأذان المأثورة والاختلاف في القراءات القرآنية الثابتة، فمن قرأ برواية ورش أو قرأ برواية حفص أو أذن بأذان أبي محذورة أو أذن بأذان بلال، فهذا كله إيه كلهم مصيب. لكن المسائل الذي الخلاف فيها ليس خلاف تنوع، فيكون من يعني المجتهدون فيها منهم من أصاب ومنهم من أخطأ، والخطأ ليس معناه أنه آثم، يعني هو المخطئ مأجور أجرا واحدا. وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى، والحديث رواه الشيخان ولفظ البخاري إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر. تم الكتاب والحمد لله وحده، وصلى الله على نبينا محمد بعده. اللهم اغفر لنا وللمسلمين. وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة ذكر تاريخ كتابتها سنة 1120 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. إذا الآن انتهينا الحمد لله من معرج القبول، انتهينا من شرح الورقات. إن شاء الله عندنا عطلة الحج الأسبوع الجمعة القادمة، سيكون مجالس الحديث، سنستمر في قراءة الصحيح مسلم حتى نتمكن من انتهاء منه إن شاء الله. فالجمعة القادمة سيكون المجلس في سماع الحديث، يعني لا يوجد المعهد. فدروس المعهد تتوقف إن شاء الله أول مرة نرجع يوم الجمعة 9 أكتوبر. الجمعة 9 أكتوبر إن شاء الله. يعني نتوقف شهرا تقريبا ونرجع يوم الجمعة 9 أكتوبر بإذن الله تعالى. يوم الجمعة 9 أكتوبر إن شاء الله يكون الدرس في متن الزاد، نكمل من موضعنا الذي توقفنا عنده، ونضيف كتابين هما قطر الندى وبند الصدى في النحو والصرف، وكتاب شرح الرحبية لصدق المالديني، شرح المالديني على الرحبية في المواريث، ونأخذ أيضا قطر الندى في النحو والصرف إن شاء الله بإذن الله، بالإضافة إلى متن الزاد بإذن الله على يوم 9 أكتوبر إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا. وفي الاختبار اللي هو الاختبار الفصلي أظن في الأسبوع الأخير من أكتوبر تقريبا أو إن شاء الله، يكون أيضا أوبن بوك، يعني نعطيكم الأوراق تجيبونها في البيت وتجيبوها الأسبوع اللي بعد إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.